زينات صدقي يعني الزغروطة المصرية قدرت تفرض نفسها مع اني مش جميلة. يعني مثلا المخرجين ما كانوش بيحبوا يطلبوها بسبب انها مش جميلة، بس قدرت تفرض نفسها بشخصيتها، بالبهجة بتاعتها، بزغروتتها اللي في كل الافلام، بالكبشة اللي اتشهرت بيها. اثرت فيا انها ما حبتش تغير في شكلها، ما حبتش تغير في تفاصيلها، حبت انها تطلع زينات الكوميدية، شخصيتها الجميلة، شخصيتها البسيطة. انا حابة اهدلها الاغنية دي لانها قريبة من قلبي، زينات قريبة مني انا شخصيا، لاني انا زيها تفاصيلها كل حاجة. عيون القلب سهرانة ما بتنمشي، لنا صحية ولا نايمة، ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم يقول لي كلام وافرح بيه، انا افرح بيه، اسيب النوم وافكر فيه، انا افكر فيه، وانت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي، ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، لاكتب عالليالي اسمك يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، لاكتب عالليالي اسمك يا حبيبي. بالنسبة لدينا اليوم أنا حسيت أنه رجعنا لقينا دينا يلي ضيعناها من جمعتين لليوم وقت اللي مرضت ونبح صوتها. سو أول شيء بدي أقولها برافو، لأنه لو ما هي قررت أنه صوتها بده يرجع ما كان رجع، لأنه انتبهت كتير وعم تعمل كل الأشياء المطلوبة منها، سو هيدي شغلة كتير منيحة. بالنسبة للزغلوطة، أنه حتى الزغلوطة إيه، بس هي قالت زغلوطة، مش هيك عم تشوف زي وحدة المضبوطة. ما بقى عارف أنا بس بقلي الزغلوطة. حتى صوتها هي وبالزلغوطة عم بيرن كل المطارح، يعني فاتت صوتها عم بيرن، واللي هي شغلة مش هينة لأنه هي بعدها مبحوحة وبعدها أوتارها الصوتية شوي تعبانين. سو البحة ما سمعناها اليوم، هيدي الشيء كتير منيحة. حتى بالغناء رنتها أحسن تقريبا على كل مدى الصوت، ولكن بالنوتات العاليين وقت اللي عم تعطي باور على الميديوم العالي عم نحس إنه بعد في زركة صغيرة بالصوت، لأنه في بعد شوية شد، هيدا بده ينشغل عليه بعد. وكمان عم تطلع شوي نزال، يمكن لأنه هي بمطارح عم بتحس إنه الصوت تعبان، فعم تشقله تما يجي عزلعيمة، دونك عم بيطلع شوي نزال. وبدي منها كمان تنتبه على نفسها ليكون ثابت أكتر لهو يشقلها صوتها ويشلها الشد اللي بعده شوي موجود. دينا كتير فارقة، كتير برافو عليها. في شغلة مهمة، القرار صار عم بيرن ممتاز، هلأ ناطرين النوتات العالية بدون شغل معلي، منيح وصلت لهوني، لأنه كنت خايفة قوم تصير نوميني، مرق فترة كانت واقفة كليا. هلأ نوتات العالية لأنه رجعتهم شوي لورا ما قدرت، كان لازم تفكر فيهم قبل ما تطلع، زحطت شوي، بس إجمالا دينا منيحة. كتير حلو هالعملته دينا. أهم شي فيه نختارت هالممثلة اللي كانت معروفة بهضمة وبشطرتها وبعدم جمالها، لما نقول شي ثاني.
كانت حدا مش حلو بالحلو المعترف فيه، بس كانت حلوة كتير مثل ما هي، تشبه حالها لذيذة. وأحلى جملة قالتها دينا وحبيتها، قالت إنه أنا بحبها لأنه حافظت على حالها مثل ما هي وما غيرت بحالها، هيك هي كانت وهيك حبوها الناس، ومقلدتها مزبوط ومهضومة هاي حملتها. يعني كان كل الجو حلو وغنت حلو. طبعا قلنا زمان ما سمعناها هيك، هيك مجرت مثل ما أول ما وصلت كنا نحن حابين، يعني شفنا صوت حلو بعدين صار في تعب، هلأ صار حلو مع تطور، وبرافو في تقدم كتير بمسير الدينا. يعني بالثلاث تلميذ اللي مرقوا، طبعا دينا يلي أكتر شيء أنعتني ولفتت لنظري، وبصراحة حبيت كتير دخولها لأنه فاتت بكاركتير، وأنا ما بعرف هالممثلة المصرية ما بعرفها، ولكن اليوم طلع عبالي فوت وأتعرف عليها وفتش على أفلام مثلت فيها لأتعرف عليها أكتر. كتير دينا حسيتها لأول مرة عن جد بيلبق لها الكوميديا وخفيفة، وحتى هالأسبوع بالتمارين بالصف كتير تغيرت معي، هيك صار عندها جرأة، بلشت بطلت تفتش على الدراما كل الوقت، يعني يمكن بلشت تكتشف جانب مهضوم بشخصها هي عندها اياه بس ما كانت عارفته. فبالتالي انبسطت انه اكتشفت اليوم غير دينا، بنت مهضومه حببتني بالشخصيه اللي اثرت فيها، غنت لها بحب وبشغف، يعني حسيت الاغنيه دقرتني، انا دقرتني لانه عن جد كانها عم بتغني لها قد ما بتحبها، عم بتغني لها بهالشغف وبهالحب. وكتير حبيت رجعة كيف خرجت بالكاركتير، يعني هيك قفلت المشهد. فأنا بالتالي دينا اليوم من أفضل ثلاثة يلي مرقوا لهلا، وعن جد برافو لأنه رجعت شدت حالها. كانت كتير مهضومة دينا اليوم بالمرور تبعها. حبيت أنه ما سمعت اليوم البحة بشكل قوي بصوتها، يعني انبسطنا انه الحمد لله عم تتحسن، وانبسطت انه كمان النزال خافف لانه صوتها بلش يرتاح، بطلت عم بتشد كتير وعم تدفش صوتها صوب مناخيرها، بطل عم يطلع الصوت من المناخير، هيدا شغلة كمان ايجابية وحلوة. اكيد انه كان في مطارح العرب والافلات ما كانوا 100%، بس الأحلى من هيك أنه بلشنا نحس أنه هذا الصوت مثل ما قلته عم يرجع مثل أول ما أجت دينا، صوت فيه تامبر كتير حلو، فيه طابع كتير حلو، فيه دفى بالصوت، رجعنا نحس أنه هي كمان عم بتسلطن وقتها عم بتغني. بيتزبطوا العرب، تتزبط الأفلات، هيدا بتجي مع الوقت، بتجي مع الخبرة. بس اللي منيح أنه بلشت تتحسن، وهيدا بيخلينا نشتغل نرجع بشكل مكثف معها تا كل التفاصيل الباقية تتحسن.